بلسان عربي. في الوقت نفسه كان زكي الأرسوزي الشاب العلوي المبتعث في فرنسا أيضاً قد تبلورت لديه أفكار عن القومية والعروبة، وحين عاد إلى مسقط رأسه اللاذقية بدأ يبشر بما يؤمن به. فهناك يمكننا أن نفهم التصور الأولي لما جرى لاحقاً. 3 شبان من طوائف مختلفة آمنوا بالفكر القومي العروبي، تعلموا في فرنسا ووجدوا ضالتهم في هذا الفكر، وحين عادوا إلى سوريا نشروا ما آمنوا به بين طلابهم وتلاميذهم، قبل أن يتحول هذا الفكر لحزب سياسي سيتغول ليأكل البلاد كلها. في عام 1932، وبعد عودته من فرنسا، أسس ميشيل عفلق مشروعاً أسماه الإحياء العربي، الذي تطور لاحقاً ليصبح النواة الأولى لفكرة حزب البعث. وكان عفلق في بدايات مشروعه مؤمناً بالشيوعية، لكن بعد دعم الحزب اللبناني الشيوعي لسياسات الاستعمار الفرنسي قطع علاقته بالشيوعية وتوجه للعمل السياسي الحر. وبتضافر جهود الآباء المؤسسين عفلق والأرسوزي وبطار، برزت الحاجة لتأسيس حزب سياسي جديد في سوريا يكون واجهة للعمل السياسي، وتم اختيار اسم حزب البعث دليلاً على الرغبة بالإحياء والتجديد. كل هذه الإرهاصات لم تتوج إلا حين تحول الأمر إلى مشروع حقيقي ناجز. ففي عام 1947 اجتمع الحزبان حزب البعث العربي التابع للأرسوزي وحركة الإحياء العربي التابعة لعفلق وبطار تحت مسمى واحد، وهو حزب البعث العربي، وأعلنت ولادته وعين عفلق أميناً عاماً له. يمكننا أن نعد تاريخ ولادة الحزب في عام 1947 نقطة فاصلة في تاريخ سوريا لأسباب كثيرة، منها أن سوريا في ذلك الوقت نالت استقلالها من فرنسا، ومن الطبيعي أن تكون البلاد بعيد الاستقلال بحاجة لخطط واضحة لقيادة البلاد إلى ضفة الأمان، ومنها أن الحزب لعب على وتر الوحدة القومية، وكانت هذه الأفكار في تلك الفترة لها بيئة خصبة عند عموم الشعب السوري. انطلق الحزب من منطلقات علمانية قومية عربية، رافعاً شعار أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. يمكنكم الاستماع لجميع حلقاتنا عبر منصات البودكاست، أبل بودكاست، جوجل بودكاست، ساوند كلاود، وسبوتيفاي.